أفمن كان على بينة من ربه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سنقف مع آية من كتاب الله مما سمعناه في هذه الليلة المباركة، وهي إحدى الليالي الوترية. نسأل الله لنا ولكم الإعانة، ونسأل الله لنا ولكم القبول. يقول الله جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. هذه الآية منهج يستضيء به المسلم في حياته، ومجهر يفضح جميع الطوائف. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار واتبعوا أهواءهم. على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالناس قسمان: إما أنه على بينة من ربه، وإما أنه زين له سوء عمله واتبع هواه. فهل يستوي هذا وهذا؟ لا والله لا يستوون. الذي على بينة من ربه بنيانه على أساس قويم، جميع أقواله وأفعاله وأخلاقه ومعاملاته وعقيدته وبيعه وشراه في كل أمره على بينة. ما معنى على بينة؟ عنده دليل من الكتاب والسنة، يقول القول مستعد أن يدلل عليه، يفعل الفعل عنده استعداد أن يدلل عليه، عنده عقيدة مستعد أن يدلل عليها، أخلاقه مستعد أن يدلل عليها، أعماله كلها منضبطة حسب أحكام الشريعة، أفعاله ومتروكاته ما يفعل وما يترك مضبط لها على الأحكام الخمسة، أحكام الدين كلها ترجع إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح. فما تفعله وما تتركه عندك دليل على الفعل وعلى الترك. تفعل هذا لأنه واجب، وتترك هذا لأنه حرام. تحث نفسك على فعل هذا لأنه مستحب، وتحث نفسك على ترك هذا لأنه مكروه، وتترك هذا أو تفعله لأنه مباح تعتقد حله يجوز فعله ويجوز تركه. أنت جالس هنا يمكن أن تقوم هنا، مباح، أنت بالخيار تفعل هذا أو تفعل هذا، مباح، أنت في مباح. فجميع أفعالك ومتروكاتك منضبطة على بينة، أنت فيها على بينة. هل هذا كمن هو يسير على غير بينة ويعمل الباطل وزين له الشيطان عمله واتبع هواه ليس بدليل من الكتاب والسنة، لكن ما أعجبته نفسه فعله؟
ما دفعه إليه هواه فعله. كلا لا يستويان، الذي على بينة والذي على هواه لا يستويان. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من استجاب لله فهو الذي على بينة من الله، والفريق الآخر الذي اتبع هواه. ومن وافق أصدقاءه على الباطل فقد اتبع هواه، ومن وافق العادات والتقاليد على باطل فقد اتبع هواه، ومن باع أو اشترى بطرق محرمة فقد اتبع هواه، ومن سب أو لعن أو شتم فقد اتبع هواه. وعلى هذا فقس. ولكن الشيطان يزين له عمله ليستمر وهو مقتنع ويدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه أنه على حق. نعم، وإلا كيف سيستمر على ما هو عليه؟ يأتي لنفسه بمبررات، فإن لم يجد مبررات برز بباطله باطل، معصية معصية، أريد أريح نفسي. إذا لم يجد ما يبرر نفسه زين له الشيطان أعمالهم لعمله واتبع هواه في ذلك، فكيف يكون كمن هو نعم على بينة من الله جل وعلا؟ بدع، البدع المتقابلة، البدع المتقابلة رفض ونصب، جبر وقدر، النوع الآخر النفاة، وجبر وإرجاء، خوارج ومرجئة. نعم، ليس نعم، متقابلة، بدع متقابلة. ما الذي جعل هذا يأخذ جزءا من الأدلة ويدع الجزء الآخر؟ ما الذي جعله يترك الجانب الآخر من الأدلة مجسمة ومعطلة؟ ما الذي جعل الواحد يأخذ جزءا من الأدلة ويترك الجزء الآخر؟ هذا زين له عمله وتبع هواه. والذي على بينة وهم أهل السنة، هم الذين أخذوا الأدلة من جميع جوانبها وعظموا نصوص الكتاب والسنة. يوم أن تجد الرجل يجد الآية ويتمنى أنها ليست في المصحف، لأنه لو استدل بها، لو نطق بها، لو تكلم بها لاستدل بها عليه خصمه. يتمنى أنه ما رأى هذه الآية. يوم أن يجد الحديث يحاول، يا جماعة اسكتوا لا تذكروا هذا الحديث، مشكلة. وبعضهم سمعناه يقول يا جماعة هل من سبيل إلى تضعيف الحديث الفلاني؟ سمعت رجلا من أهل البدع في محاضرة ويقرأ عليه السؤال، هل من سبيل إلى تضعيف حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ لا يريد فرقا، يريد المسلمين كلهم مجموعين، كلهم بدع وجميع أشكالهم، يريد أن يأخذ منهم، يريدهم كلهم طيبين ولا فيهم شيء، ويبحث عن حل ريحونا من هذا الحديث. هذا الذي اتبع هواه. ولهذا أقول هذه الآية مجهر فضح أصحاب البدع، يلقى عليه القبض في أي لحظة، تعال وين أنت من هذا الحديث، تعال استدل به. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يستدل بهذه الآية لا الروافض ولا النواصب. يا روافض تعالوا، هذه الآية دليل على فضل أهل البيت. يا معشر النواصب تعالوا، هذه دليل على فضل الصحابة. لا لا لا، إذا استدلينا بها على فضل أهل البيت سيدخل بقية الصحابة ورطة، إذا استدل أولئك على فضل الصحابة ورطة سيدخل أهل البيت. لا هؤلاء يريدون هؤلاء ولا هؤلاء يريدون هؤلاء. كم من الآية في فضائل الصحابة والقرابة
لا الروافض ولا النواصب يستدلون بها لأنهم يشعرون أنها ورطتهم. لاحظ صاحب الهوى سيترك آيات كثيرة. نعم الخوارج سيأتون إلى أدلة فيها دليل على أن الله يغفر ويرحم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج لا ما كأنهم يقرؤون هذه الآية، ما كأنهم يقرؤون هذه الآية. وهكذا كلما جئت إلى طائفة من الطوائف تجد أنهم أمام الآيات التي فيها وجه دلالة لخصومهم لا يستدلون بها، زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم، زين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم. وكما أنها بهذه الطريقة مع أهل البدع والضلال، يعني عندما جاء أحد المبتدعة إلى أحد القراء أظنه إلى ابن كثير، ليس ابن كثير صاحب التفسير، وقال له اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما بنص لفظ الجلالة، ليكون موسى هو الفاعل ما هو الله، هو يريد أن ينفي أن الله يتكلم. والآية وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هو الله، فأراد أن يغير إعرابها، قال هب أنني وافقتك. كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال فبهت الذي كفر، أو كما قال بهت الرجل أين يذهب. فهكذا يكره الآية وهي في كتاب الله، ففضحت هذه الآية أصحاب المناهج الباطلة الذي سيستدل بالآية على ما يهوى ويتركها إذا كانت لا توافق هواه. وهكذا أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي وأصحاب الطاعات، صاحب الطاعة على بينة من ربه، عنده بينة على ترك الخمر، على ترك الزنا، على ترك السرقة، على ترك الربا، على ترك الرشوة، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على حسن الجوار، على صلاة الجماعة، على الأذكار، على الأدعية، على تلاوة القرآن، عنده بينة. والذي اتبعه وزين له سوء عمله غنى ورقص وشكر وفعل الفواحش وكذا، على ماذا؟ عق والديه، قطع رحمه، أساء الجوار، قتل النفس المحرمة، أكل المال الحرام، سرق، على ماذا؟ ها على بينة من ربه؟ لا، زين له سوء عمله واتبع أهواه. هل يستوي هذا وهذا؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواه؟ هذه كقوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. تعلمون الواحد عندما يمشي في الطريق، الطريق جادة مسلوكة، تجد فيها تعريج معين تأخذ معه وترجع وتروح تمشي، طريق سوي. أحيانا يكون حفرة في الطريق، يميل الطريق الذي يمشي فيه الناس ويذهب هكذا، يكون هناك كوم حجارة، يكون هناك أشجار فيها أشوك وعيدان وأشياء، تجد أن الطريق يميل عنها ويذهب. فالذي يمشي ويمشي سنن الطريق حتى يصل إلى المنتهى الذي يريد، هل حاله كمثل واحد أعمى يكب أمامه، يجد كوم الحجار يدق في حفرة يطيح فيها، شوك حجارة يمشي فيها، يا ولد الطريق هكذا وهكذا، قال لا أنا أمشي لك قدام على طول. هذا مكب على وجهه. هل يكون أهدى مما يمشي سنن الطريق أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا مكب على وجهه، ساعة يقول سبحان الله، ساعة يا ملعون، يا ابن الملعون، يا أحمر، يا ابن الحمار، استغفر الله رب العالمين، ويقرأ قرآن، وساعة مسواك، وساعة حبة دخان، وساعة تلفزيون، وساعة قرآن،
يعني مكب على وجهه الطريق، سوي الطريق أعوج أمامه كفى. إيش موجود؟ هذا موجود، هذا موجود. يمسك المصحف يقرأ، ما أدري لو قد صح. يا ولد تعال يا حمار تعال يا كفى. سبحان الله، تقرأ قرآن الله يعافيك، أنت تقرأ قرآن. هذا هو المكب على وجهه، هذا الذي زين له سوء عمله واتبع هواه، زين له سوء عمله واتبع هواه. الأول على بينة في جميع أعماله وأقواله وطاعاته، جميع أعماله على بينة، وهذا زين له سوء عمله. هذا مكب على وجهه، وذاك الآخر المهتدي يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم، العجيب الاقتناع الذاتي بالباطل. تعجب والله، أحيانا واحد يفعل له سماعات في السيارة ويمشي ولا يستحي ولا حياء ولا حشمة، ولا يقول الناس يقولون عيب، ولا يقولون قليل العقل. نعم، بعدما يهديه الله يجلس يفكر، وإن كان راح عقلي، إن كان عقلي، كما سئل عمرو بن الخطاب أكان لكم عقول؟ قال نعم، ولكن أظلها باريها، أظلها باريها. فهذا معجب وزين له سوء عمله، زين له سوء عمله، مقتنع بما هو عليه، يتبجح ويمشي مقتنع بهذا الأمر كاملا. نعم، ما يستحي. زوجته تمشي بدون حجاب عادي جدا. واحد يقول لي بنفسه، قال أنا أفرح لو واحد يشوف زوجته ويقول زوجته جميلة. إيش الحيمرة هذا؟ حفظنا الله يبارككم، معذرة من اللحظة، لكن هذا واقع. يعني فرحان الناس ينظرون إلى زوجته، هذا رجل يكلمني بنفسه وفرح بهذا الشيء، أن الناس ينظرون إلى زوجته ويقولون زوجته جميلة. نعم، فلهذا اقتناع، يرى بنته تخرج أمام الآخرين وكذا، ولا يبالي محجبة ما هي محجبة. وهكذا بارك الله فيكم، بعض العوام على جهل، عندما تأتي بنته وتذهب الغداء للعمال لا وصلقات، نعم، وتذهب بنت شابة أمام شباب بعضهم ما يضرب لله ركعة. الله يا أخي، هذا لو وحوش بشرية، والله لو كانوا صالحين أئمة مساجد خطبة ما يجوز لك، ما يجوز. زوجتك ولا بنتك ولا أختك. نعم، كم من شرب سموم، حوادث انتحار، كم بسبب هذا الشيء وما شابه. عندما الواحد يأمن على ابنته أمامه وتأتي تكلمه، يقول يا أخي نحن مسلمون قلوبنا طيبة، إيش اللي يحصل؟ راحت بالأكل ورجعت. يا سلام يا أخي، هذا خطير، هذا أمر خطير، لا تأمن، لا تأمن. نعم، الحفاظ على الحجاب نعمة شرعية، نعمة شرعها الله عز وجل وأكرمنا الله بها. حافظ على كرامتك، حافظ على نفسك. فلهذا يزين لبعض الناس سوء أعمالهم، يزين لهم سوء أعمالهم فيتبعون هوى أنفسهم. نعم، انظر عندما يذهب الواحد إلى الحلاق يحلق حلقات ما تخطر ببالك أن واحد ما يقتنع بها. بعضهم يخلي رأسهم مثل المقلة، هذا الحرضة هذه حق السلدة، يحلق من هنا من هنا من هنا، وتشوف أنت تظن عنده طاقية على رأسه، لا 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 لا، ما إلا حلق برقم معين من هنا بالمكينة وخلى الذي فوقه هكذا يعني. وبعضهم يفعل كأنه يعني مثل الفرس، شعر من الوسط ومقصر من جميع الجهات، لعبوا برؤوسهم. وآخر يجعل وجهه مثل الخط السريع والخدمات، الخط السريع واحدة جاي هكذا، واحدة طالعة هكذا ونازلة هكذا وطالعة هكذا. وآخر بارك الله فيكم جاعل لحيته الطالع مثل الجزمة والنازل مثل الكرسي الفرنجي، وانتم خذوها بس، اللي جاي من فوق تشبه الجزمة، واللي جاي من تحت تشبه الكرسي الفرنجي، وإن شاء الله سترونه وتذكروا كلامي. بارك الله فيك. مقتنع، زين له سوء عمله،
والله عيب، عيب يا مسكين. أنت رأيت لك يهود ولا نصارى حالقين هذه الحلقة؟ ناس ضايعين. أنت مسلم أكرمك الله بالإسلام، كرمك الله بدينه. مرت بنا آية أخرى تهديد لكل الصالحين، كل واحد ينتبه على نفسه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآية في سياق المنفقين، وأنهم إذا بخلوا فسيأتي الله بغيرهم، لكن اللفظ عام، اللفظ عام، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وهذه تعتبر تفسيرا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الله حافظ دينه بنا أو بغيرنا، سيحفظ دينه. ليس لك منة على دين الإسلام، المنة لله عز وجل عليك أن جعلك مسلما. احمد ربك إن كنت حافظا لكتاب الله، احمد ربك إن كنت خطيبا، احفظ ربك إن كنت معلما، احمد ربك إن كنت إماما، احمد ربك إن كنت تحفظ آيات وأحاديث، احمد ربك إن كنت في أي عمل صالح، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. سيأتي الله بدل الإمام بإمام إن تولى، وبدل الخطيب بخطيب إن تولى، وبدل المعلم بمعلم إن تولى، وسيأتي ببدل كل واحد في مهمته، وسيكون خيرا منه. حتى ولو كان الإنسان مكنس مسجد، كنس حمامات، سباك، كهربائي، صلح حاجة ثانية، أي شيء، أينما كنت، نعم انتبه لنفسك حيثما كنت. سيأتي الله بدل الشعراء شعراء، كم كان عند الدعوة من شعراء فضاحلة ذابوا كما تذوب ملح بالماء، وذهبوا يمدحون بقصائدهم من لا يستحق المدح، وأتى الله بشعراء سلفيين على الجادة، وأتى الله بخطباء سلفيين على الجادة، وبأئمة سلفيين على الجادة. انتبه على راسك لا يقرح. يا أيها الداعي إلى الله، يا طالب العلم، يا أيها الشيخ، يا المعلم، التلميذ، أينما كنت، انتبه على نفسك. أما دين الله فمحفوظ، حافظ على دينك، حافظ على عقيدتك، حافظ على منهجك، حافظ على نفسك، فالله حافظ دينه. إن استقمنا نفعنا أنفسنا، وإن اعوججنا يمينا أو شمالا فليذهب الذاهب إلى حيث حطت رحلة أم قشعم. البديل موجود، يأتي بها الله. بعض البدلاء لا يزالون في بطون أمهاتهم أو في أصلاب آبائهم، لأننا نرى أناسا أصبحوا بدلاء عن قوم ظل أولئك القوم، وهؤلاء البدلاء لا يزالون في بطون أمهاتهم أو في أصلاب آبائهم، ونراهم الآن يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل. ولو تنظر تأريخ بديل الشبيه له يكون قبل ولادة هذا البديل، قبل ولادته أو في أيام طفولته. فالله حافظ دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكن البديل، لا تكن المبدل عنه، انتبه. نسأل الله التوفيق والسداد. إلهنا والحمد لله رب العالمين.